السلام عليكم. بونجور، مرحبا بكم في دوزيام فيديو. بيان سور بور كونتينيي ليكسبليكاسيون دو شابيتر تاع لانتيغراسيون نيميريك. في الشابيتر اللي فات حكينا شنو هو البرانسيب تاع ولا واش نقصدو بالانتيغراسيون نيميريك، ودرنا كومباريزون خفيفة ما بينه وبين الانتربولاسيون بيو سيري يكملوا بعضهم. وحكينا على الميثود ليستيماسيون تاع هاد الانتيغراسيون. بيان سور هي لا ميثود دي ترابيز. وقلت بلي في الشابيتر هذا حدي بالاكسبيكاسيون دو دو ميثود، ميثود دي ترابيز و ميثود دي سيمسون. يوسي اشرت الى انه كاينه اوتر ميثود اللي هي لا ميثود ريكتانجولار، مي مش راح نديرها. داكور. قلت ثاني بيان سور حنا في الفيديو هذا راح نكملو الاكسبليكاسيون ندخلو في لا ميثود دو سامسون. هنايا هي هنا هذه هي لا ميثود دي ترابيز. واش قلنا على لا ميثود دي ترابيز؟ قلنا بلي لا ميثود دي ترابيز كونسيست ا ديفيزي لاغ سو لا كورب اون بليزيوغ ترابيز دو ميم لارجور، دو ميم لارجور اي ا ابروكسيمي لانتيغرال دو لا فونكسيون اون اجوتون او باردون اون اجوتون لي زير دو سي ترابيز. يعني قلنا بلي لا ميثود ترابيز ما هي الا انك تروح لار او المساحه اللي تحت الفونكسيون تاعك وديفيزيها دي ترابيز، ومن بعد هذيك المساحة تاع لي ترابيز تزيدهم لبعضهم باش تلقى الانتيغرال تاعك. بكل بساطة بيان سور كل ما نزيدو في لو نومبر دي ترابيز بلوس لابروكسيماسيون اي بريسيز. يعني كل ما نزيد انا نكثر في لو نومبر تاع لي ترابيز الدقة تاع الدقة تاع الكالكول تاعنا راح تزيد. بيان سور سيت ميثود هي اسي سامبل ا متر اون اوفر، يعني هي سهلة الاستعمال. مي دوموندي دي كالكول ولكنها سهلة الاستعمال. داكور. نروحو للكوتي الثاني، هذه هي لا ميثود دو سامسون. كي نجيو نديرو كومباريزون اونتر لي دو ميثود، ما بين لا ميثود دي ترابيز، نشوفو لا فورم دو ترابيز، وهذه اول شيء شنو هي لا رومارك الاولى. بون هنا ما عندناش ترابيز، مي شنو عندنا؟ عندنا بوان، يعني سيتادير زدنا بوان بارابور لا ميثود دي ترابيز. هنا زدنا بوان او ميليو، سيتادير هاد البوان هادي تجي في النص ديريكتومون. بار اكزومبل هادي لابسيس اكس اي موان زا باردون، وهذه لابسيس اكس اي. لابسيس تاع البوان اللي زدناها في لا ميثود دو سامسون هي اكس اي. هذه بار، هذه هي البوان اللي زدناها تو سامبلومون. كي تزيد لابسيس اكس اي لازم تحسب لا فونكسيون تاعها اف اكس اي تاعها. داكور. هنايا كي نجيو ثاني نديرو اوتر كومباريزون، دوك مادام عندنا هنايا دو بوان، لي دو بوان واش يربط ما بيناتهم؟ ليني، معناها لا رولاسيون راهي لينيير، سي تري سامبل او خطية. ولكن حنا كي نزيدو هنايا بوان باسكو حنا في لا ميثود دو سامسون، واش هو؟ مش راح نستعملو بولينوم عادي كيما استعملناه في الترابيز. نو، في لا ميثود دو سامسون مادام زدنا بوان، وهذا هو الديفيرونس الكبير ما بينها وبين الترابيز، راح نوتيليزيو دو بولينوم كوادراتيك. بور كوا؟ بور ابروكسيمي لا فونكسيون، لا فونكسيون اونتر شاك بار دو بوان دو دوني كونسيكوتيف. داكور. باينة بلي حنايا كي نزيدو لو بوان، شوفو بلي تروماركيو بلي في لا ميثود دو تراب دي ترابيز باردون كاين واحد لو فيد هكذايا،
مي هاد لو فيد قل كيزدنا بوان بدرجة، يعني بكلام واحد آخر باللي لا ميثود دو سامسون راح تزيد في لا بريسيزيون دي كالكول. بكل بساطة راح تزيد لا بريسيزيون دو كالكول. بون، إذا حبينا نديرو ريزومي اونتر ولا لي برينسيبال ديفيرونس اونتر لي دو ميثود، نقدروا نحكيو بإيجاز باش هكا تفهموا مليح واش نقصدوا. Alors, les principales différences entre les deux méthodes, je vous l'oublie, la méthode des trapèzes utilise des quoi? Utilise des trapèzes pour approximer l'air sous la courbe. Mais la méthode de Simpson, tandis que la méthode de Simpson utilise quoi? Des polynômes quadratiques, parce que c'est un point. D'accord. Par conséquent, وكان نتيجة نقدر نخرج بها نقولوا باللي باللي لا ميثود دو سامبسون بو دوني دي زابروكسيماسيون بلو بريسيز كو لا ميثود دي ترابيز باردون. مي بيان سور هاد لا ميثود سا دير لا ميثود دو سامبسون نيسيسيت كوا نيسيسيت ايغالمون بلوس دو بوان دو دوني بوغ اتر ميز اون اوفر. باينه باللي حنا كي نزيدو بوان هنايا راكم تشوفوا باللي لو فيد مش كيما في الترابيز او تغطى، يعني زدنا في لا بريسيزيون دو كالكول. مي هذا عنده النتيجه تاعو، انا كي نزيد في لو بوان سيتادير راح نزيد نحسب سيتادير راح نزيد نزيد بكا. خلاصه نقدر نقولوا ثاني باللي لا ميثود دي ترابيز اي بلو سامبل ا ماتر اون اوفر كو لا ميثود دو سامبسون، mais peut nécessiter plus de calculs pour atteindre une précision suffisante. بالمختصر المفيد زدت بوا معناها زدت غطيت المساحات تحت لا كورب، معناها زدت في لا بريسيزيون دو كالكول وكثمن راح نزيد في لي زوبيراسيون دو كالكول. هذه هي اهم نقاط الاختلاف ما بين لا ميثود دو دي ترابيز لا ميثود دو سامبسون. حنا مش راح ندخل في لو ديتاي هذاك الكبير باسكو كيما قلت انايا في لو فيديو اللي فات في بعض في لا فيديو اللي فاتت قلت باللي مش راح نديرو ليستيماسيون تاع لي رور وكذا، يعني ما تخش في متاهات اكثر. داكور، انا هنا جست نفهموا لا ديفيرونس اونتر ما بين هاد لي ميثود تاع بيز اي سامبسون وراح نديرو ابليكاسيون ديريكت، راح نديرو ابليكاسيون ديريكت. اوكي، هذه هي la formule تاع la méthode de Simpson. La méthode de Simpson شنو هي؟ نحن نقولوا h sur 6 ماشي h sur 2 داكور، و لي بوان اللي زدناهم معناها باش نعودوا متفاهمين في لي كالكول دوك نفهمكم. حنا كي درنا la méthode de trapèze لي بوان اللي هنايا اللي في النص ملتيبليي بار 2 يعني حنضربوها في 2، وهاد لي بوان هادو اللي هنايا نزيدوهم هما هما راح نغارديو لي ميم اوبيراسيون، يعني راح نغارديو لي ميم بوان. يعني الانسان الذكي كي يجي يحسب شي اللي هنايا سي راح يكون اونتر بارونتيز وش يدير. تا مثلا درت كالكول بلا ميثود دي ترابيز حسبت لي بوان تاعك اوكي، هيا زمان قلت لك دير لي لي كالكول تاعك بلا ميثود دو سامبسون. مش راح نديرو اش سير دو، هذا هو الديفيرونس الاول، راح نديرو اش سير 6 داكور، راح نديرو اش سير 6 و لي بوان اللي حسبناهم في لا ميثود ترابيز سي بون راهم فوا 2، ولكن لي بوان اللي نزيدوهم لهنا في الميليو في النص ما بين هاد الاونتر اونتر دو بوان هذوما راح يكونوا فوا 4. هذا هو معنى هذا هو معنى الكات هذه اللي هنايا يعني. اوكي اون ريبرون اون فوا دو بلوس لو كالكول ديكزامبل بريسيدون، معناها راح نهز نفس الفونكسيون اللي درناها في ليكزامبل دي ترابيز، مي في هذه المره هذه راح نابليكيو عليها لا ميثود دو سامبسون، راح نتبعوا لي ميم ايتاب. سي بون، انا حسبت في لي ميثود دي ترابيز سي بون، واش نزيد؟ انا راح نزيد لي بوان اللي زدتهم، راح نزيد لي بوان اللي زدتهم. عليها هنا واش نقول؟ هنا عندك x 0 1، هنا عندك x 0 1، x 0 1 ما بين 0 وال 1
نعم نولي باش تفهموني. ها هي كي لو بوان الاولى مثلا اللي درناها في لا ميثود تاعنا اللي كانت في ليكزومبل تاعنا اللي فات، نقولوا هذه هي البوان ا، ومن بعد اخي مشينا بزيرو 25، معناها هذا البوان راه هي ال 25. الوغ تو سامبلومون البوان هذه مادام زادت في النص مش راح تزيد بقيمة 0.25 أو اللارج اللي حسبناه اش اللي حسبناه حنايا من قبل. نو راح نديرو 0.25 سور 2، 0.25 سور 2 وتولي 0.125. وهذا يعطيك تفسير علاش درنا سور 6، باسكو هذاك لو اش اللي هو 0.25 راني ديفيزيتو على 2، ومن بعد هبطوا للمقام هنايا لي ومن بعد هبطوا للمقام هذا اللي هنايا وخرج لي كوا، خرج لي 6 بكل بساطة. داكور سبحان الله برك عاود بلا اللورا. الو كيما قلت هنايا لي ميثود هنايا سامبل ما فيهم والو، هذه هاي لا ميثود دي ترابيز كمراجعة خفيفة باش تعرفوا واش رانا نديرو حنا. بون باردون راني نسيت هنا برك هنايا زدنا زدنا البوا هنايا في النص، زدنا هنا بوا في النص، وبالتالي نمشيو وحنا نحافظوا على ميم برانسيب. علاش زدنا بوا هنايا في النص؟ باسكو لارجور باش يبقى فيكس. اوكي هذه هي لي زيتاب اخي حكينا عليهم، لي تروا زيتاب دو كالكول ميثود دي ترابيز، هما نفسهم راح نديروهم في لا ميثود دو سامسون. داكوغ هما نفسهم راح نديروهم في لا ميثود دو سامسون. هذه هي اش سير 6. الوغ نحكمو نفس ليكزومبل، ما عليا غير نزيد نحسب هذوك لي بوان لي جد لي جايين اجدد، معناها ما بين الزيرو و الأ. لو بوان زيرو و الأ راهي باينة سي أ فيرغيل سون فان سانك، يعني أشاك فوا نزيد لهم زيرو فيرغيل سون فان سانك، يعني أ بلي زيرو فيرغيل سون فان سانك. ومن بعد هذه لو بوان ما بين الأ و الدو، صافي ما بين الأ و الدو، لو بوان الأ وشني هي أخي؟ هي الأ فيرغيل 25، 1.25 تزيد لها 1.125 تولي لك 1.375. نفس الشيء نروحو لبوان 3 واش هي؟ خي هي 1.5. دوك 1.5 تزيد لها 1.1 تزيد لها 0 باردون 0.125 اللي هي 0.25 سور 2، 1.5 تزيد لها 0.125 تولي لك 1.625. نروحو للبوان اللي بقات اللي هي 1.75. دونك 1.75 اخي حنا مشينا في ليكزومبل تاع الترابيز ب 0.25، معناها 1.75 زي بلس 0.25 لحقتنا ديريكتومون لدو، ولكن نو انا زدت بوان اونتر 1.75 اي دو، يعني ال 1.75 راح نزيد لها 0.25 سور 2 اللي هي 0.125. الو تحكم ال 1.75 بلس 0.125 تو سامبلومون تعطيك ال 1.875. معناها هذو هما لي بوان اللي زدناهم بارابور لا ميثود دي ترابيز، اللي زدناهم في لا ميثود دو باس السابقه، يعني زدت بوان اونتر دو بوان. داكور زدت بوان اونتر دو بوان. ام بعد نجي نحسب عادي كيما قلنا راح نحتفظ بنفس اللارج اللي هو 0.25. اوكي من المره هذه نقسموها على 6، لا داعي للدخول في لي ديتاي اكثر باسكو مش ماليين بهذا لي ديتاي هنايا في الموديل تاعنا، برك تعرفوا لابليكاسيون تاعها. البوان الاولى اللي قلنا هي 6 والاخرى 11 ما تتحركش. هاو الكالكول اللي درناه السابق في لا ميثود دي ترابيز يبقى هو هو، برك راح نزيد لي بوان جدد اللي حسبتهم ونضربهم في الكات، يعني هو الميم كالكيل. يعني واش دير؟ تحكم ميم كالكيل اللي درتو في دي ترابيز، يعني تقول 6 بلس هذوك لي بوان فوا 2 بلس 11، و
ولكن في سامسونج هذوك لي بوان لي كرييتهم باش تكريو لك 3 بوان، ما عليك غير تضربهم في 4، ما ديرش اش سير 2 دير اش سير 6 وراح نلقاو 8.33 33. ولو نكومباريوها بلا فالور السابقة اللي حسبناها بدي ترابيز راح نلقاوها قريبة، اللي هي 8.34 375. داكور، هذه هي ابليكاسيون سامبل لا ميثود دو سامبسون، نعت لكم شنو هو الديفيرونس ما بينها وبين الميثود دي ترابيز، ودرت لكم ابليكاسيون ديريكت لا فورميل تاعها كيفاش، عرفتوا باللي راهي نفسها نيم ابليكاسيون ديرها في الترابيز، تبدل حاجه برك، بدل ما دير اش سير دو دير اش سير 6، تغاردي ميم كالكول دي تو في لا ميثود دي ترابيز، مي لي بوان اجوتي او لي بوان اللي زدناهم اللي كريناهم باسكو حنا في سامسون نزيدو بوان، ما علينا غير نزيدوهم ونضربوهم في 4 ونلقاو ديريكتومون هذا الريزلتا. هي امور واضحه، انا اكتفي معكم هنايا، مش راح نروحوا للديتاي اكثر، اكتفي معكم هنايا باش تعرفوا لابليكاسيون وتعرفوا الفرق ما بين سامسون وترابيز. وزدت قلت في الفيديو اللي فات بلي كاينه اوتر ميثود اللي هي ميثود ديريكتونغل. نعطيكم علامة صغيرة فقط أو شيء أشير إلى شيء صغير فقط، بلي لا ميثود دي ترابيز راهي في لا بريسيزيون تاعها أحسن نوعا ما بارابور لا ميثود دي ريكتونغل، لا أكثر لا أقل. بمعنى ماناش معنيين بلا ميثود دي ريكتونغل. هذه هي إن شاء الله برك في إن شاء الله كي نديرو تيدي نتاعنا دوك نعطيكم، باسكو السؤال المطروح راح نديرو نشوفو الفرق كي نكالكيلو ما بين لي دو ميثود في دي فونكسيون واحد اخرين باش نشوفو صح كيفاش تمد سامسون لا بريسيزيون احسن نوعا ما بارابور لا ميثود دي ترابيز. ان شاء الله حنشوفوها في تي دي، ونزيدو نشوفو كي نديرو بالنسبه لا ميثود دي ترابيز كي نهزو ديريكتومون ترابيز بلا ما نديرو له لو سو انترفال ولا نديرو لا ديفيزيون هذيك بلا ما نديفيزيو، ومن بعد نديفيزيو ونشوفو سي فري بلي حنا كي نديفيزيو ونزيدو لي ترابيز la précision des calculs etc. Tandis que là, je vous fais des lectures pour vous expliquer. Et voilà, bien sûr, que je m'attends comme des questions ou là, comme on voit, mais fait tout comme je te donne notre propre, inshallah. Hadi bi bi ijaz. Ou bi shi, lazem tchoufou فقط لا اكثر لا اقل، ماناش راح ندخل في ديتاي وماناش ملزمين ندخلوا في ديتاي اكثر باسكو هذا يعتبر موديل ترانسفيرسال عندنا حنايا في لا جيولوجي انجينير، بيان سور لازم تقيدوا بالبرنامج. كان واحد الملاحظه نمدها باسكو يجوني اسئله في لاشين تاعي تاع اليوتيوب، هي اللي طلبه ممكن تاع المات، طلبه تاع المات اكيد راح يتخصصوا اكثر او يمدوا دي ديتاي اكثر برابور شي اللي يمدوه هنايا. لا غالب يعني لو يكفيني الوقت كنت راح نزيد نمد ديتاي اكثر وندخل في باش ننفع طلبه المات من الله غالب، ولكن ان شاء الله ربما يعيني ربي سبحانه انه بالك نفتح طرشان لطلبه المات، باسكو نشوف في الاسئله ويبعثوا لي مام بار ايميل، ولما اللي ما جاوبتوش على لي زيميل تاعو يعذرني باسكو ساعات يعني الانسان من الضغط تاع العمل وكذا وما يتولاش. ان شاء الله لقدرني ربي سبحانه ممكن ندير اوترشان لجماعه المات وندخلوا في الديتاي اللي يحبوه هما. هذا ما كنت منا باش يتفهموني فقط، هذاك ما كان مي كثير راهو يسيء الفهم انه انا نقري نو مانيش نقري في الماط، انا نقري في طلبه الجيولوجي وهذا مودي ترانسفيرسال عندهم يعني محدد بارابور ليكم انتوما، فقط حبيت نقول هذه الملاحظه باش تاخذوها بعين الاعتبار ونحي واحد سوء الفهم هكا برك هذاك ما كان. وكما قلت ان شاء الله بالك يعني الله سبحانه وتعالى ونفتح اوترشان وندخلوا مع جماعه الماط في الديتاي اللي يحبوه في كلش ونفيدوهم ان شاء الله بوركوا با. هذه هي وبون كوراج، وبالنسبه للطلبه تاعي اكيد ما فهمتوش اي حاجه راني كاين والرونديفو توجور راهو باين كيما نحطو في موديل شاك ماركلودي، ان شاء الله اللي ما فهم اي شيء يبعثني وان شاء الله راح نديرو سيونس دو شات، واللي عنده اي سؤال يطرحه ان شاء الله. بون كوراج، ونتلاقاو في اوتر فيديو باش نكملو ان شاء الله ليكسبليكاسيون تاع واش بقى لنا من شابتر. هذه هي اي وبون كوراج، السلام عليكم.